في تجربة حديثة على الشارع البحريني، قام مجموعة من الشباب التابعين لمنظمة آيزك باختبار حواسهم والعيش في ظروف تختلف عن واقعهم. عشاء في الظلام هو اختبار لشعور فاقدي البصر وإيجاد تواصل روحي مع الكفيف. في مساء انقلبت فيه الأدوار، فالمبصر يأكل في الظلام ليتشارك مع الكفيف هذا الواقع ولو لساعات محدودة. جدا شعور صعب هو لما يكون مكفوف ما يقدر يشوف ما حد يكون معاه ويبي يسوي شيء بروحه. يعني اتمنى ان هاي الشيء يعني وعينا احنا كشباب ان شلون نفكر في افكار بحيث ان تساعد المكفوفين المعاناة في المجتمع. يعني طبعا هم جزء من المجتمع اللي احنا فيه. شعور جديد اجربه بحياتي، انا شلون اكل وانا ما اقدر اشوف، كان شعور مختلف، شيء مو ايزي انك تاكل وما تدري شو اللي قاعد تاكله. تجربة فريدة عاشتها مجموعة من الشباب المبصرين بالتعاون مع نظرائهم المكفوفين، واختبار شعور فاقدي البصر من خلال تناول وجبة العشاء في الظلام الدامس. طبعا جت فكرة هذه الفعالية لنشر الوعي والثقافة حول المكفوفين وعيش مشاعرهم واحساساتهم اللي يعيشونها في حياتهم اليومية في أبسط الأمور وهي الأكل. يعني هذا شيء احنا على طول نسويه، بينما اليوم لما جينا سوينا هذه الفعالية والناس أكلت وهي مغمضة عينها، المشاعر اللي صارتها، إحساسات، الرياكشن اللي صار داخلهم كله بسبب فقدان اللي هو البصر فقط. الاستغاثة بالحواس الأخرى واختبار شعور الكفيف جذب الشباب العربي للمشاركة في هذا العشاء. عشت تجربة حلوة، تجربة جديدة بحياتي كانت، هي تجربة عشاء في الظلام. هاي التجربة خلتني أحس بإحساس المكفوفين وشون عايشين حياتهم، وصح كانت هي فترة بسيطة شوية بس تخليني هيك أحس بشعورهم أكثر وأكثر. تبادل الأحاسيس مع المكفوفين لم يكن بالأمر السهل، ولكن إصرارهم على خوض هذه التجربة دفعهم إلى الصمود والبقاء مغمضي العينين طوال السهرة، حتى إن أحاسيسهم كانت أبلغ من الكلام. تهيئة الأجواء ودعم هذه الفكرة لم يكن بالأمر السهل، ولكن الإيمان بالتواصل مع المكفوفين ومشاركتهم الإحساس كان ضرورياً. جاءت فكرة دعم هذا العشاء الذي نظمه مجموعة من الشباب التابع لمنظمة آيزك للإحساس بمشاعر المكفوفين والتعرف على طريقة حياة هذه الفئة لوقت قصير، ونحن سعداء بتكرار هذه التجربة. هذه الإثارة التي شهدها عشاء في الظلام ما هي إلا وقفة تضامن مع فاقدي البصر، والإحساس بهذه النعمة لا يعرف قيمتها إلا من فقدها. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.